الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، أيها الإخوة، إن مما يتميز به زمننا هذا أننا نعيش على توافد عدد كبير من التيارات والأفكار والآراء، وهذه الأفكار والآراء كثيرة جدا بحيث يصعب إحصاؤها أو تتبعها. في العالم الآن أو ما ينتجه العالم الآن يقال إنه في كل يومين يظهر في العالم ويبرز في العالم دين جديد، اتجاه ديني جديد يظهر فيه على مستوى العالم كله. والإنسان إذا لم يكن متحصنا بحصن كبير متين من العلم الشرعي ومن الوعي بحقيقة هذا الدين، فإنه يمكن أن يستزل ويمكن أن يجتذب إلى شيء من التيارات التي ليس لها صلة بالدين. مما يتميز به الإسلام أنه هو الصيغة النهائية والخطاب الإلهي الذي أرسله الله تعالى للبشرية. فمن أخص خصوصيات محمد صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الرسل، ليس رسولا فقط بل رسالته عامة شاملة، وكذلك رسول خاتم، لا رسول ولا نبي بعده. ورسالته هذه هي رسالة أخيرة مهيمنة على كل الرسالات. هذه الرسالة جاءت لتضم كل ما في الرسالات السابقة من خير، ولتصحح كثيرا مما وقع من أخطاء الناس في تديناتهم. وكانت هذه الصيغة الأخيرة هي التي تعبد الله بها ولا يقبل الله إلا هي، أي الصيغة الوحيدة التي لا يقبل الله سواها هي هذه الصيغة، صيغة الدين الذي بعثه به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول هذا لأنه أصبحت تظهر هنا وهناك عمليات، إن شئنا قلنا تقارب أو تسامح وما أشبه ذلك، مما أصبح يفيد في مضمونه أن الأديان كلها متساوية، وأن الإنسان كما يمكن أن يكون مسلما يمكن أن يكون نصرانيا أو يهوديا، وتعقد اللقاءات على مستويات كثيرة فنية ومهرجانات وما إلى ذلك توحي بأن الأديان كلها على نمط واحد، والإنسان كأنما يشتري خضرا أو فواكه يختار منها ما يشاء. وهذا الخطأ الكبير الذي يجب أن تنبه إليه الناس، وهو أن الدين في صيغته النهائية، في صيغته المقبولة، في صيغته التي لا يقبل الله سواه، هي هذا الإسلام بكل مواصفاته، بكل ما يتسم به هذا الإسلام من صفات ومن خصائص. أقول هذا في البداية كمدخل لما أريد أن أقول. إذن فنحن مطالبون ومنتظر منا أن نكون على دين هو الإسلام، ولن يقبل الله من إنسان شيئا آخر أو تدين آخر كيفما كان إلا أن يكون هذا هو الإسلام، وهذا بمنطوق القرآن الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. إذن فإذا كان الذي سيسأل عنه الإنسان هو الإسلام، وإذا كانت الأسئلة التي ستعرض على الإنسان يوم القيامة عن الإسلام، فإنه واضح أنه يجب أن يتبين هذا الإسلام تبينا حقيقيا. يمكن أن يكون الإسلام هو شيء ورثه الناس من آبائهم وأجدادهم وانتهى إليهم، ولكنه دين فضفاض غير واضح المعالم والقسمات. يمكن، ويمكن أن يكون هذا الدين دينا يحمله الناس في أذهانهم بكل الوعي وبكل الدقة ليعرفوا ما هو دين مما ليس دينا. ما ليس دينا لا يدخل فيه،
وما هو منه لا يفرط فيه، وبهذا فقط يتحقق معنى الدين الذي يقبله الله. هذا الدين أيها الإخوة حينما نتحدث فيه لو تحدثنا بكل تساهل وكما نطق القرآن بذلك هو أديان كثيرة، والله تعالى كان يأمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين بأن لهم دين، لكم دينكم ولي دين، فلهم دين ولمحمد دين. والأديان كما قلتم كثيرة، ولكن الذي يجب أن يتمسك بالإنسان بعد أن يحرره وأن يفهمه هو دين يقبله الله تعالى وهو الإسلام. في عصرنا هذا سؤال كبير وعريض، هذا السؤال هو أصبح سبباً من أسباب كبرى للمشاكل في العالم الإسلامي، وما لم يستطع الإنسان أن يجيب عنه سيظل هذا الإشكال قائماً ويظل الصراع قائماً. لا تزال هذه الأمة يأخذ بعضها ببعض ويناقض بعضها بعضاً ويخالف بعضها بعضاً لأن لم تحدد المعالم الأولى للدين. هناك تصوران يريد كل تصور أن يقدم نفسه على أنه هو الذي يفهم معنى الدين. هذا التصور الذي أريد أن أتحدث عنه هو تصور عليه كثير الكثير الآن مما يكتب وهو الذي يحدث به كثير من الناس، وهو أن الدين ليس إلا نظام علاقة بين الإنسان والخالق. الدين هو هذا الدين الذي نقبل به إذا كان ينظم العلاقة بين الإنسان والخالق في الصلاة وفي الصيام وفي الجنائز وما إلى ذلك، لكن هذا الدين لا يجوز له أن يتجاوز هذه الحدود، لا يجوز له أن يخرج من عن أسوار المسجد، لا يدخل الدين مع الناس إلى السوق أو إلى الإدارة أو إلى المجامع وما أشبه ذلك، لأن تلك المجالات أو الفضاءات أناس آخرين هم أدرى بها. هذه الفكرة التي يريد الكثير أن يسوقها، وكثيراً ما يكتب، وهذا تقريباً يكتب عنها يومياً، كان النوم يقولون للناس أيها الناس إن دينكم الذي أنتم مطالبون به هو دين له وظيفة واحدة ورسالة واحدة، هو أن يربط الإنسان بالخالق ويعلم الإنسان كيف يصلي ويصوم ويحج فقط. وهذا السؤال نحن نتقبله ونسمعه، ولكن نريد أيضاً من يقول بهذا أن يكون له فكر واسع وأن يتسع وأن لا يأخذ الأشياء أخذاً هكذا جامداً، بل يدخل في نقاش. نحن نقبل أن نناقش من يقول بهذا ونطرح كذلك رؤية أخرى لنقول إن الأصل أيها الإخوة في الدين كيفما كان، لا أتحدث عن الإسلام فقط، كيفما كان الدين منذ أن بعث الله الرسل لم يكن أبداً للدين رسالة واحدة فقط هي تقتصر على بيان صلة الإنسان بالخالق أبداً. هذا الدين من تحدث به فهو يتحدث عن دين موهوم افتراضي لا وجود له. نحن نريد أن نستبين هذا من خلال كتاب الله، وكتاب الله هو المصدر الأصيل الموثق الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لنقرأ جميعاً حياة الرسل. والقرآن الكريم حينما كان يتحدث عن الرسل لم يكن ذلك من باب فضول القول أو أشياء التي تسجى بها الأوقات، بل كان كل حديث القرآن إلا وفيه فائدة. والقرآن وقف عند أسماء رسل كثيرين وذكر منهم بالتشخيص بالأسماء 25 رسولا مذكورون، هم مذكورون في القرآن، ولكن كلما كان يذكر رسولا كان يذكر شيئا من جهاده ومن معاناته ومن لقاءاته مع قومه. هؤلاء الأنبياء جميعا جميعهم بلا استثناء لم يكن واحد منهم يقتصر على مهمة واحدة. لنقل مثلا إن إبراهيم كان رسولا وكان هو أبو الأنبياء، ولكن حينما تتبعونه في القرآن تجدون أنه دعا إلى وحدة الله، ناقض عبادة الأوتان والكواكب كما تعرفون كما تسمعون، ولكن كان أيضا يجادل، كان يجادل النمرود ويقول ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق، قال فأتي بها. من يكون هذا الرجل؟ هو رجل سياسي أساسا، هو رجل دولة، ولكن لم يفر منه إبراهيم ولم يتركه، كان يناقشه. فأي رسالة كانت لإبراهيم إلا أنه كان يتكلم مع رجل سياسي كبير. حينما تقرؤون عن قصة
موسى عليه السلام، تجدون أشهر المواقف عنده هي مواقف في خطابه وفي حديثه مع فرعون، وكيف كان يساجر، وكيف كان مع فرعون يناقش ويناظر، ثم يدعو فرعون ويقول له أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. إذن كان يدعو إلى تحرير بني إسرائيل، ولولا موسى ما تحرر بني إسرائيل. تعرفون أن بني إسرائيل لما دخلوا مصر بعدما دخول يوسف عليه السلام وأقاموا فيها وكثروا فيها أصبحوا فيها جالية وأصبحوا مستعبدين، وأصبح الأقباط أهل مصر يستعبدونهم، ووصل بهم الأمر إلى أنهم كانوا يستحيون الرجال ويقتلون النساء. فكان بنو إسرائيل في حاجة إلى من يحررهم، فأرسل الله موسى محررا وحررهم وخرج بهم إلى أرض سيناء، وظلوا هناك في أرض سيناء 40 سنة لأنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا إلى الأرض المقدسة، إلى أن جاء نبي جديد هو يوشع بن نون وهو تلميذ موسى، ففعل ما فعل ودخل. يوشع بن نون هو الذي أدخل بني إسرائيل إلى فلسطين. هذا شأن من شؤون الأنبياء. حينما تقرؤون عن الأنبياء، كل الأنبياء ترون أن الأنبياء قاموا بمواجهة كثير من المفاسد. فلوط عليه السلام كان يواجه شدودا معينا، وكان قومه من أظلم الناس، كانوا يتحدثون عن أظلم الناس، وكان هؤلاء أي قوم لوط معروفون بأنهم يقطعون السبيل ويأتون في نادهم المنكر، ولكن لوط كان يواجههم وكان يطهرهم من هذه الموبقة. إذن فهذه رسالة أخرى أخلاقية، ليست فقط دينية، ليست صلة بالإنسان والخالق. وكذلك حينما تقرؤون عن شعيب وتجدوه فقط يركز همه الأكبر على أن يوصي قومه بأن يوفوا الكيل والميزان. إذن فهذه حياة الأنبياء جميعهم كلها كانت متوسعة. ما وجد في تاريخ الأنبياء نبي لم يكن له هدف إلا شيء واحد، النبوات جاءت رحمة للناس، فلذلك كانت تمضي مع كل مشاكل الناس ومع كل حاجة الناس. هذا لنقول هذا لمن يتصور أنه وجد في التاريخ، لنقول له لم يوجد في التاريخ. أعطينا دليلا واحدا على أنه وجد دين ليس له هم إلا أن يعالج العلاقة بلسان الخالق، لا وجد لهذا. هذه وثائق ليستطيع من استطاع أن يردها فليردها. ثم إننا حينما نتحدث عن الدين الذي هو الإسلام، هذا الدين الذي هو الإسلام له هذه الصفة وهذه الشساعة وهذا التوسع. الإنسان الأول في هذا الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه كثير من الوظائف والمهمات. هو أيضا من حيث توزيع ما يرى علماء المقاصد له مناصب أو صفات. له صفة أولى وصفه نبيا ومفتيا، هذه صفة، ووصفه قاضيا، ووصفه إماما أعظم، هذه صفات كبرى. وكل صفة من هذه الصفات تتبعها العلماء. فأما صفته كونه نبيا ومبلغا عن الله فذلك كان يبلغ الشريعة الإسلامية ويعلم الناس أمر دينهم، ولكنه في نفس الوقت كان إماما أعظم، كان رئيس دولة. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم فقط إماما في المسجد، بل كان إماما في الحياة كلها. لماذا كان يراسل الملوك ملوك الأرض؟ هل هؤلاء يقبلون من أن يراسلهم إنسان عادي لو لم يكن رسولا؟ كان له سفراء، كان للنبي صلى الله عليه وسلم سفراء. من الذي يكون له السفراء إلا أن يكون رئيس الدولة؟ كان له قضاة، ونصر قضاة المعروفين، معاذ بن جبل جعله قاضيا، وعلي بن أبي طالب جعله قاضيا. مجموعة من الصحابة عرفوا بأنهم ولوا القضاء إما في اليمن وإما في مناطق أخرى. فمن الذي يستطيع أن ينصب القضاة إلا أن يكون رئيس دولة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سالم المشركين في الحرب ووادعهم وأعلن الجهاد وما إلى ذلك. هذه وظائف الدولة. إذن هذه وقائع، من ليست وقائع، هي وقائع بالتأكيد. نستطيع أن نقول لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفاته المدنية، تصرفات المدنية شيء كبير جدا. مع الأسف الشديد أن الناس لا يتبعون هذه الأشياء لأنهم شغلوا بهذه الأشياء التي يريد الناس لهم أن يختصموا منها. الناس في المساجد يختصمون في أشياء صغيرة ليس لها مكان كبير في حياة المسلمين، ويتركون المسائل التي تشكل ذهن الإنسان. إنسان يختصف مع إنسان في الصلاة، هذا على مذهب آخر وعلى مذهب، وهذا يتعصب، وكلاهما في خطأ، على خطأ، لأن الأصل أن يستوعب الإنسان هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له
دولة، وهذه الدولة تتبع العلماء ما كان فيها من الوظائف والمهمات. أحد علماء الغرب الإسلامي كتب كتاب سماه تخريج دلالات السمعية، تتبع فيه الوظائف والمهمات والخطط التي كانت موجودة في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ بها نحو من 145 خطة وظيفة، منها الحسبة ومنها رئاسة الجند والقيام على الأسواق والقضاء وما إلى، هذه مذكورة معروفة، ومن تولها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مذكور كتاب تخريج الدلالات السمعية، هذا كتاب هو يعرف بالحياة المدنية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبعه بعد ذلك كتاب كان أكبر، وهو كتاب من أحسن ما ألفه المغاربة، وهو كتاب تراتيب الإدارية ونظام الحكومة النبوية لعبد الحي الكتاني، وهذا كتاب يقع في معجمين في مجلدين، أرجو أن بعض المتدينين على الأقل إذا لم يقرأه غير المتدين أن يقرأوه، أن يعرفوا كيف كانت الحياة النبوية وكيف كانت حياة المدينة المنورة. الناس يخطئون خطأ، بحيث أن أتصور أن كثير من يتكلموا عن المدينة وعن حياة نفسها عنده أشياء فضفاضة عامة لا يستطيع أن يتبينها، لأنه لم يستطع أن يدخل إلى عمق الثقافة الإسلامية. وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان قاضيا، كان يقضي، وأحد العلماء الأندلسيين ومحمد بن فراج بن الطلاع جمع كتابا اسمه ربما تجدونه في الأسواق، أقضية النبي صلى الله عليه وسلم، أقضية النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب لفتاوى إمام المتقين يجمع فيه فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم، هناك كتاب جمعت فيه أقضية النبي صلى الله عليه وسلم. المهم من كل هذا وذاك هو أن أقول بأن الإسلام هو هذا الذي نتحدث عنه، ليس الإسلام هو إلا هذه الجزئية الصغيرة التي نحن نقف عندها ونقول هي الإسلام ونختصم فيها. هل ترون أن المسلمين الآن يجادل بعضهم بعضا في أحكام الشركات؟ هل يجادل المسلمون بعضهم بعضا في أنواع البيوع؟ هل يجادل المسلمون بعضهم بعضا في أحكام الإجارة؟ هل يعرفون حقوق الأجير مثلا في الإسلام؟ لا شيء من ذلك يعرفون، لأنهم لا يعتقدون أن ذلك من الإسلام، لأنهم لم يلموا بذلك. نحن نقف عند ما شيء قلنا ربع الكتاب الإسلامي، أي من حينما يكون هناك كتاب فقهي يكون غالبا فيه ربع هو ربع العبادات، احنا مع العبادة قاعدين ندرس فقط، أما ما بعد العبادة فلا شأن لنا بها ولا نعرفها ولا نتصل بها، وهذا خطأ كبير، لأننا في هذه المجالات التي نجهلها نستطيع نكون مضطرين إلى أن نقتبس إلى أن نتسول. أختم بأقول إن الأحكام الشرعية في الإسلام والأحكام العامة، لو حاولنا أن نقسم ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام لوجدناها كالتالي: أولا أحكام تتعلق بالعبادة، وهي التي تبين أحكام العبادة والمناسك الحج وأوقاص الزكوات وما إلى ذلك، هذه أحكام جزء. هناك أحكام أخرى تتعلق بتعاملات المسلمين فيما بينهم، في بيوعهم وفي شراءاتهم وفي إيجاراتهم وفي تولياتهم وفي إقالاتهم وما إلى ذلك، والمسلمون لا يعرفون من هذا لا قليلا ولا كثيرا. قد يكون الإنسان لو سألت عن التولية ما عرفها، قد يعرف الإنسان الشفعة إذا كان له شركاء ربما سمع بها مرة في الناس يتحدث عن الشفعة، ولكن ما سوى ذلك لا يعرف الناس هذا. إذن فهذا جزء ثاني. قد يكون من أحكام الإسلام أيضا أحكام تتعلق بالأسرة، والأسرة باب كبير من أحكام الشريعة الإسلامية، تبدأ من مفهوم الزواج في الإسلام وحقوق الزوج وحقوق الزوجة، وما يجب على الزوج من نفقة ومن نفقة الإرضاع في حالة الفراق ومن الأشياء التي، ثم يدخل فيها كذلك أحكام الطلاق، وقبل الطلاق أحكام الإيلاء. هل يعرف المسلمون ما معنى الإيلاء؟ هل يعرف المسلمون ما كلمة الإيلاء ماذا تعني؟ لا يعرفونها، لأنهم لا يعرفون إلا هذه الأمور الفضفاضة التي ألصقوا فيها وكتب عليهم وأريد لهم أن يظلوا داخلها ليختلفوا فيها. إذن فهذا جزء، هذا باب، أبواب كثيرة هي أبواب المعاملات ما بين المسلمين، وفيها فقه كبير وواسع. هل نعلم أن هناك فقه السوق، أحكام السوق؟ هل نعرف أن هناك أحكام السوق؟ هل نعرف أن هناك كتبا مثلا كتاب ابن الرامي وكتاب أحكام البنيان؟ هل سمع أحد منكم أن أحد المعلمين، هذا معلم بناء، وضع كتابا من أحسن الكتب سماه كتاب البنيان، أحكام البنيان، رجل من علماء تونس، وليقرأه الإنسان ليعرف كيف كان الإنسان صانع هذا يبني، ولكنه يعرف الأحكام الشرعية بمعرفة كبيرة ويطبقها على أحكام البناء. نحن لا نعرف شيء من هذا ولا نسأل عن هذا حين البناء. هناك أيضا من الأحكام التي
ينتظمها الفقه الإسلامي أو في كتاب الله وسنة رسوله أحكام تتعلق بالعلاقة بين الإمام والرعية. أي ما هي العلاقة؟ كيف هي؟ كيف نظم الإسلام؟ العلاقة بين الإمام والرعية ليست مما يتكلم فيه الناس بما يشاءون وكيف يختارون لأنفسهم. هناك ضوابط معروفة، هناك ضوابط معروفة ومقررة شرعا، وعلى الإنسان أن يعيها ثم عليه أن يحترمها. وفي هذا يدخل علماني أو فرعاني، فرع القانون الإداري المعاصر وفرع القانون الدستوري. القانون الدستوري موجود عندنا في كتبنا الإسلامية بكيفية موسعة، وعندنا كتب متخصصة في هذا. لا أتحدث عن الأحكام السلطانية كذا، بل هناك كثير من الكتب التي تناولت هذا الموضوع. هناك أيضا جانب آخر، وهو الأحكام المتعلقة بالعلاقة بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى. أي هناك كيف نتعامل مع الأغيار، مع غير المسلمين. هناك علم خاص، هذا يسمى علم السير، مش السيرة النبوية، السير. ولنا فيه كتب، والمسلمون هم الذين كتبوا قبل غيرهم في علم السير، أي في العلاقات الدولية. قبل أن تكون هناك منظمة هذه الأمم المتحدة، كان المسلمون عندهم كتاب السير، وعندنا كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، وفيه كثير من أحكام التعاملات. الآن بعض العمال يذهبون إلى أوروبا فيفتي بعضهم بعضا ويقولون كلاما لا أصل له، حينما يبيح البعض للبعض أن يسرق أو أن يغش أو أن يقدم شهادات مزورة، ويقول هذا كلهم كفار. من قال لك هذا؟ من أين أتيت بهذا الفقه؟ لا يوجد لهذا الفقه مطلقا. ثم هناك ما قبل الأخير، أحكام تتعلق بالعقوبات التي رتبتها الشريعة الإسلامية على بعض المعاصي كالزنا والسرقة ومجموعة من الأعمال التي رفضتها الشريعة الإسلامية وحددت لها إما حدوداً وإما تعزيرات. وأخيراً هناك أحكام تتعلق بالآداب الإسلامية التي يجب على الناس أن يكونوا عليها، ابتداء من آداب المصاحبة والتسليم على المسلمين وإلى غير ذلك، وآداب الجوار وما إلى ذلك. إذن هذه كلها أحكام الإسلام. فمن يقول بأن شيء من هذه الأبواب الاسم الإسلام؟ من يستطيع أن يلغي نصوصها وأدلتها؟ لا أحد. إذن فالنهاية أقول إن الإسلام، إن الدين الذي يطالبنا الله به والذي لن يقبل إلا هو دين من هذه الصفة، شامل واسع، له كل هذه الشساعة. لكن الذين لا يريدون أن يكونوا على دين سليم يقتطعون من الدين ما يشاءون. فقد يريد الإنسان أن يتدين بمعنى الصلاة والصيام، ولكنه لا يسأل عن شيء آخر، ويرى أنه ليس في الشريعة حكم في البيع والشراء، لأنه يريد أن يتورط في الربا مثلا. ليس في الإسلام أحكام اللباس، في اللباس إسلام أحكام اللباس واضحة تماما. أحكام اللباس للرجال والنساء واضحة كل الوضوح، فيها كتب كثيرة. لكن الرجل إذا أراد أن يتجاوز كل ذلك قال إن اللباس يفعل فيه الإنسان ما يشاء، ليس له فيه مفهوم العورة، ليس ما يتصح به الصلاة وما لا تصح به الصلاة. هذا الشيء إنافي، لا غير اللي بغى يزيده خطأ. لذلك كل هذه الفراغات يجب أن تملأ بأحكام الشريعة الإسلامية. والأصل في هذا كله، لهذا أختم، هو أن يتعلم الإنسان الدين. الدين ليس عاطفة، الدين ليس اندفاعا، الدين لا يؤخذ عمن لم يأخذه من العلماء. الدين إذا كان بهذا المعنى يكون اندفاعات متتالية، وبالتأكيد ليس هو الدين الذي ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. فلذلك وجب على الأمة أن تعود إلى مجالس العلم، إلى الدروس، إلى مدارسة هذه لأنها إذا كانت تريد أن تمتن دينها وأن ترمم هذه الرؤية، لا محيد لها عن العلم، أن تقرأ العلم. والحمد لله العلم واسع وأصبح مبذولا، وله وسائل ووسائط متعددة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.